حسرة نفسها. ممكن لو سمحت تصوير. شد الحزام على وشك. شد الحزام على وشك. حتى بكرة. ماما يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا ماما يا حبيبتي. مالك مالك؟ هجيب لك حبه ميه. ماما ماما، هو انت ما بتكلميش ليه؟ هو انت مش بتردي عليا ليه؟ ماما هو انت مش بتحضنيني ليه؟ اوعي يا ماما تكوني ناوية تسيبيني وتمشي. يا مرك يا منيرة يا مرك، لو سبتك تحز الناس. ماما انت بتجربي تشوفي نفسك غالية عليا ولا لا، صح؟ والنعمة الشريفة لو قلتي لي ما تروحي مع خالد بروح. ده انت مش بخالد، ده انت بالدنيا كلها والله العظيم بالدنيا. يا امي ارجوكي ابوس ايدك. طب اجيب لك دكتور؟ اجيب لك دكتور صح؟ قولي لي لا يا بني، قولي لي لا يا بني، قولي لي مش عايزه دكتور. ماما احضنيني احضنيني. ماما اول مره احضنك وانت ما تحضنونيش. اول مره اكلمك وما ترديش عليا، حتى وانت زعلانه كنت بتردي. ماما لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الله وإلا إليه راجعون. ايوه بالظبط كده، ده اللي اسمها ليا مصر الجديده. حياتك الباقيه. السلام السلام. العربيه اللي تيجي تاخد الحاجه صفيه هتكون موجوده هنا في خلال ساعه. حاج خالد؟ ايوه. بدور على
ازازه المسك بتاعت امي مش لاقيها، الاقيش معاك واحده من اللي احنا جايبينها من السعوديه؟ ايوه طبعا معايا، فاش امشي من غيرها. انتوا قدامكم كتير. هانت ما تصوتيش، محدش يصوت على امي، ابوس رجلك. محدش يصوت على امي عشان خاطري والنبي. عايزه اي مساعده؟ لا محدش. عايزه مساعده اخش معاكي ياخدي. محدش يغسل امي غير. اتفضلي اتفضلي اقعدي. يا رب. عمر انت امبارح لما جيت لي كنت جاي من المصحة على طول ولا عديت على هنا الاول؟ عمر مش سامعني؟ شد حيلك يا يوسف، أي حاجة تحتاجها أنا موجود. كتر خيرك. عارفين انك تعبان قوي، شتحرك يا يوسف.